لا يا باشا، الست سماح بتغلط فيا وبتهزقني. لا تغلط فيك ولا حتى تهزقك، انت هتعمل لي فيها كرامه ولا ايه؟ انا فعلا ما عنديش كرامه يا باشا، بس ده في المداري قدام الناس اللي بحبهم، انما تهزق قدام الناس؟ ناس مين؟ دول شويه جرات زيك بالظبط، يعني دود المش منه فيك. لا يا باشا، انا حزيت ونفسيتي تعبت على الاخر. حزيت؟ لا الف سلامه، ونفسيتك تعبت؟ يا سلام يا رجب، خد دول يا رجب. ايه دول يا باشا؟ دول عشان نفسيتك التعبانه، وخد دول كمان يا رجب. ايه ده كله يا باشا؟ دول بقى بدل تهزيق قدام الناس. هو ده الكلام يا باشا، كده التهزيق يجيب عمه. المهم انت عيني هناك، انت عيني في المدبغه، وانا خلاص خلصت امور الشركه وهفضلكم. انت تأمرني يا باشا، عليا النعمه، انت لو طلبت عيل من عيالي هذبحهولك وقتي. ها يا دكتور، ايه الاخبار؟ طمني. هو دور برد مش اكتر. يعني حامل وعندها دور برد؟ ماشي يا سعد بيه، هي عندها برد بس مش حامل. مش حامل يعني ايه؟ امال الاعراض اللي عندها دي كلها تطلع ايه؟ جرى ايه يا سعد؟ ما قالك عندها دور برد؟ ما خلاص. خلاص ايه يا دكتور؟ ده احنا متجوزين بقالنا اكتر من شهرين ومفيش اي حاجه حصلت. ده شيء عادي. عادي ازاي يعني يا دكتور؟ هو احنا مش زي بقيه مخاليق ربنا من حقنا نخلف ونفرح؟ وارد ان ما يحصلش حمل في اول فتره في الجواز. وايه السبب بقى؟ من غير سبب. عموما احنا ما بنقلقش او ندور على الاسباب الا بعد مرور سنه. يا نهار ابيض، سنه؟ ما تقلقش يا سعد بيه، محدش عارف، يمكن تقول الاسبوع الجاي وابشركم مولود جاي في السكه. اسمع من بوقك ربنا يا شيخ. وبعدين ده نديم، المكسب بالطريقه دي مش قد كده. دي اسمه العدل يا مختار. انت ليك 250 الف في العربون، وانا ونعمه هنقسم ال 250 التانيين. لما يجوا 3 مليون هتاخد نصهم واحنا لينا الباقي. اه بس انا كده هبقى كسبان مليون بس. احمد ربنا، دي عمليه صغيره. ايوه بس خدت مننا مجهود كبير قوي. وبعدين انا عايز مكسب اكبر، انا خارج من خساره كبيره وعايز اعوض. خساره ايه؟ اي خساره بقى وخلاص. المهم مكسب الالوفات ده ما ينفعنيش، انا عايز حاجه بملايين. عندي. طب ما تلحقني بيها. سيبني بس احسبها كده واقلبها في دماغي وهقول لك في الوقت المناسب. اهم حاجه تكون حلال. احنا من امتى بنتاجر في الحرام يا مختار؟ انت نسيت. نسيت يا نديم. لا باين عليك انت اللي نسيت. احنا قربنا دواء كحه مش مخدرات، مش كده؟ مش ده كلامك؟ ساعات كده ضميري بيأنبني، لكن اللي انا بعناه يعني في السوق السودا. سودا بيضه بقى، احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ما احنا كنا متنيلين، عارفين انه هيتباع عند بتوع المخدرات. في ايه يا مختار؟ انا اول مره اشوفك مهزوز كده. اختي بتتطلق، بقول يمكن ربنا بيعاقبني فيها. يعاقبك انت؟ انت مالك؟ الحكايه دي اسمها نصيب. ايوه بس ضميري ساعات بيوجعني. انت ايه ضميرك ما بيوجعكش؟ لما كان بيوجعني كنت باخد له اسبرينه، لما وجعني قوي بقى استأصلته خالص. ما تقلقيش علي، حياتي في عينيا الاثنين. يا علي ما انا هشوفها تاني ولا لا؟ يا ستي ان شاء الله هتشوفيها وهتقومي بالسلامه والعمليه هتنجح. يا الحلم بعيد قوي. تفائلوا بالخير تجدوه، مش ده برضو اللي انت بتقوليه؟ في حاجات الواحد بيقولها لكن لما يجي يتحط في الموقف ما بيبقاش عارف يصدقها. يبقى خلاص سيبيها على الله وهو فوق الكل. نعم بالله. يلا يا دكتوره عشان هنجهزك للعمليه. خلاص مفيش وقت. هتلبسك وتنزلي اوضه العمليات على طول. بالتوفيق علي، ربنا معاكي. لو مت وصيتي تخلي بالك من حياتي، ملهاش حد غيرك، وحياة ابنك اللي بتترجى له الشفا ما تتخلى عنها ابدا. طمني يا عليا ما تقلقيش، هتقومي بالسلامة. حياة ملهاش حد غيرك يا اشرف. وصيتي حياتي يا اشرف، عشان خاطري ما تتخلاش عنها. حاضر يا عليا، حاضر ما تقلقيش. ما تتخلاش عنها. مالك يا سعد؟ مهموم ليه يا حبيبي؟ تفتكر يا ام انا ممكن اكون ما بخلفش؟ ليه يا حبيبي بتقول كده؟ ما هي رشا مش حامل لغايه دلوقتي. عادي، هو انتوا فاكرين نفسكوا ارانب؟ ممكن يتاخر الحمل بدون اي مشاكل. وبعدين انا مش قلت لك يا سعد يعني ممكن تتاخر سنه ولا اتنين لغايه ما تعشوا بعض كويس وتعرفوا بعض؟ من غير ما تقولي
ده اللي حاصل. بركة من كده يا اخويا. ده كلام يا امي؟ يعني انت عايزاني اعيش في الدنيا دي من غير عيل افرح بيه ويشيل اسمي؟ انا قلت كده يا حبيبي، انا بقول يعني تتروى شوية عشان لما تيجي تزرع زرعة تطلع زرعة صح، بدل ما تزرع في ارض بور تجيب طرح مخوخ. يعني انت شايفاني في الحالة دي وقاعدة عمالة تقولي لي بور ومخوخ؟ انا ناقص تخويخ؟ انا امال اقول لك ايه بس؟ طب بقول لك ايه، بدل ما انت زعلان قوي كده يا حبيبي، روح حلل، شوف نفسك واطمئن عليها. اه ما انا هحلل، انا لازم احلل. اه ده من باب الاطمئنان بس. يعني تتكسر؟ هو بابا اشرف هيجي. هو كلمني يا حبيبتي وقال ان هو على وصول. بابا اشرف مين؟ اشرف اخوك. الله، هو مش اشرف عنده ولد ولا انا بيتهيألي ولا يكونش اتجوز تاني وخلف دي امتى ولا ايه؟ فلا الله ولا فالك يا شيخ، دي بنت واحده معرفته وجايه تقعد عندنا يومين. ايوه قولي لي كده، انا اتلخبطت لخبطه غريب. تعالي تعالي، ايه القمر ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. قولي لي بقى انت اسمك ايه؟ اسمي حياه. وانت؟ انا اسمي سعد. تاخد بنبني يا سعد حبيبتي؟ وتقولي لي ما خلفش يا امي، حرام عليك. ربنا يقدم لك اللي فيه الصالح يا ابني. بصي بقى، انا هاكل الكيس ده كله وانت تاخدي واحده بس عشان مش كويس عشانك. لا ده بتاعي. لا لا ده بتاعي انا ده. لا بتاعي. بلاش غلاسه بقى، ده بتاعي.